بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولاد بإذن الله حل الاختبار الثامن من اختبارات سلاح التلميذ في سلسلة المراجعة النهائية من ال10 اختبارات اللي في آخر الكتاب. وأول سؤال بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة، 6 و3 اخماس نقص 5 ونص. مين الإجابة الصح؟ أقول له والله ما أعرف. يقول لي ليه؟ أقول له لازم أجهز المسألة، 6 وجنبها شرطة ناقص 5 وجنبها شرطة، ودي شرطة الإجابة، ونوحد المقامات. الخمسة تقبل على الاتنين؟ لا، ده أولي وده أولي، يبقى نضربهم في بعض، يبقى الميم ميم ألف، المقام الجديد 10، الخمسة بقت 10 اتضربت في 2، 2 في 3 ب6، الاتنين بقت 10 اتضربت في 5، 5 في 1 ب5. اطرح الصحيح يبقى 1، اطرح فوق يبقى 1، يبقى الإجابة النهائية 21. معرفتش الإجابة إلا بعد ما جنست وحليت. اللي بعدها مسألة إيه؟ مسألة جمع. سامع ولد بيقول سهلة، 2 وجنبها شرطة، 3 وجنبها شرطة، ودي شرطة الإجابة. طيب هو أنت يا 18 تقبلي على التلاتة؟ قالت أيوه، ما دام قبلت يبقى المقام الجديد 18. سامع ولد بيقول يا مستر ده في اختصار بين العشرة وال18، كنا ممكن نختصر؟ ايوه، وممكن نحل على طول؟ ايوه، 18 على 18 هي هي، يبقى نسيب العشرة. ال18 على التلاتة فيها 6 في 1 ب6، اجمع الصحيح يبقى 5، اجمع فوق يبقى 16، يبقى 16 خلصت؟ لا لسه يا مستر، خلصت. البسط اصغر من المقام؟ أقول له تمام يا حبيبي، ولكن الستاشر والتمنتاشر، عبد الستار هيقول دي أعداد زوجية، علي 2 فيها الـ8، علي 2 فيها الـ9، تبقى الإجابة أهي 5 و8 أتسع، ونكتبها في المكان الخالي. طيب الكسرين اللي لهم نفس المقام المشترك، يعني عايزك توحد المقام للـ12 والستة. يوم يجي ولد يقول سهلة، أنا عندي طريقة جميلة. أقول له قول، يقول لي الـ12 بتقبل على الستة. قلت له تمام، يبقى المقام الجديد كام يا حبيبي؟ قال لي 12. قلت له أنت ولد شاطر، الـ12 فعلا أصغر مقام ينفع ليهم. طب تدور في الاختيارات، سبحان الله مفيش 12، يبقى الراجل غلط. لا ما غلطش، الـ12 دي أصغر مقام يقبل، بس هو ما كتبهاش. يبقى نعمل ايه؟ نجيب مضاعفات ل 12 يا ولاد. 12 في 2 ب 24، وال 24 موجوده اهي، يبقى الاجابه يا دي يا دي. طب مين الاجابه الصح يا مستر؟ الاجابه الصح نمره جيم. طب عرفت ازاي يا مستر حامد؟ ال 12 بقت 24 اتضربت في 2، يبقى 7 في 2 ب 14، ال 6 بقت 24 اتضربت في 4، يبقى 5 في 4 ب 20. تجرب دي تلاقيها ما تنفعش، يبقى مين الكسرين اللي نجحهم؟ ال 14 على ال 24 وال 20 على ال 24، والإجابة أهي. السؤال اللي بعده عايزك تجمع دول، ولكن بالتقدير 2 و3 أرباع، نعمل فيها إيه؟ فكر أنت كده وقدر. طيب يا ترى تبقى كام؟ يا ترى الـ3 أرباع دي شاطرة ولا مش شاطرة؟ هل وصلت للـ1 عشان نضيفه على الـ2 تبقى 3 ولا لا؟ طب نيجي لدي، نص الـ25 12 ونص، دي 15 قريبة، يبقى نعتبر التانية دي 3 ونص. طب والأولى ممكن نعتبرها 3 جنيه؟ أيوة نعتبرها 3 جنيه، والتانية نعتبرها 3 ونص، يبقى الإجابة 6 ونص، والإجابة أهي بالتقدير. اللي بعده 9 و5 على 20، ننقص كام عشان يطلع لي ده؟ علشان نجيب الإف دي نعمل إيه؟ قلنا قبل كده كتير، طالما شفت علامة ناقص يبقى الأولاني ده الكل، ويبقى ده الجزء. طب نجيب الإف إزاي؟ نطرح الكل ناقص الجزء. الكل كام؟ 9 و5 على 20، ننقص كام؟ 4 و9 على 20. طب المقامات يا مستر طيبة متجنسة، يبقى نعتبر دي كام؟ الـ5 أصغر من الـ9، يبقى نعالج الـ9 جنيه.
نعتبرها 8 جنيه ونجمع دي ودي، يبقى دي 25. 8 ناقص 4 4 جنيه، 25 ناقص 9 25 نقص كام؟ نقص التسعة يبقى 16 وتحت 20. هل الإجابة دي موجودة؟ لا مش موجودة. أمال مين اللي موجود؟ فكر كده تلاقي موجود الاختصار بتاعها. إزاي الأربعة جنيه أهي؟ دي أربعة في أربعة، دي أربعة في خمسة، على الأربعة فهالأربعة، على الأربعة فهالخمسة، يبقى الإجابة أربعة وأربعة تخمس بعد التبسيط لأبسط صورة. ده قطاع دائري وعندي جوافة ومانجو وفراولة، وكل واحد عدده موجود، وعمه عايز كسر اعتيادي للي بيفضلوا الفراولة والمانجو معا. طيب المانجو كام؟ 75، المانجو 50، والتانية الفراولة 25. لو جمعناهم الاتنين يبقوا 75 على 100، 75 على 100 اللي هي تلات ارباع يا مستر، 75 على 100 اللي هي كام يا ولاد؟ اللي هي تلات ارباع. يلا نشوف واحدة تانية. بتاعت الأصدقاء، العدد ده شبه العدد ده، صديقة اليمين 5 على 5 وصديقة الشمال 1 صحيح. الله، طب ما الخمسة على الخمسة بواحد، وهنا واحد يبقى علامة يساوي، ونختار الإجابة اللي بعده. دي علامة على، تلت على كام؟ تلت على كام؟ يطلع واحد على الاتناشر. نعمل إيه علشان نجيب الإجابة الصحيحة؟ فكر كده، فكر. ها، نعتبر دي كام؟ تلاتة، ونعتبر دي اتناشر، وكأنها فيه تلاتة في كام ب 12؟ تلاتة في أربعة ب 12، يبقى الإجابة كام؟ الإجابة أربعة أربعة. يا ولاد، الإجابة أربعة. ونروح ونختارها في المكان الفاضي. طيب السنتيمتر مكعب بيقيس مين؟ برافو عليك، بيقيس الحجم، لأنه مكعب وحدة مكعبة. طب عمو ادالك مستطيل، وادي طوله وادي عرضه أهو، إزاي نجيب مساحته؟ نضرب دي في دي، خمسة في واحد وتلتين، خمسة في ونرفع الكسر ونطلع الإجابة. هتطلع الإجابة كام في نمرة 11؟ هتطلع 8 وتلت، واسيبها لك تضربها ويبقى الإجابة نمرة دال. السؤال اللي بعده، من خط الأعداد ده تعرف تقول لي هي الإف بتبعد قد إيه عن الإيه؟ فين الإف؟ أهي. فين الإيه؟ أهي. طيب من هنا لهنا وحدة، يبقى المسافة بين كل شرطتين نص، أدي نص ونص، واحد واحد ونص، اتنين اتنين ونص، يبقى بتبعد كام يا جماعة؟ اتنين ونص. اتنين ونص وحدة، ونختار الاتنين ونص. اللي بعده، وانت بتمثل الزوج المرتب خمسة وزيرو، الخمسة عند الإكس والزيرو عند الواي، فإن تتحرك خمس وحدات على محور إيه؟ أقول له سهلة جدا، على محور إكس. محور اكس. عرفت منين؟ لأنها جت في الأول، طالما جت في الأول يبقى محور إكس، لكن لو جت في التاني يبقى محور مين؟ واي. واي. اللي بعده، تلات أخماس من فلان، المستر يقول وبدل المني فيه ونضرب فيه تمانية، والتمانية دي على واحد، كده مفيش وكده مفيش، اضرب اللي فوق بأربعة وعشرين، اضرب تحت تبقى خمسة، الأربعة وعشرين كأنها عشرين، عشرين على الخمسة فعلى أربعة، وقللنا أربعة يا سجود، والمقام زي ما هو، تبقى أربعة وأربعة تخ ماس. السؤال اللي بعده، أكمل ما يلي، وأول واحدة مسألة طرح، والمقامات مش متشابهة، يبقى محتاجة مننا نجنس المقامات. عشرة ستة، ودي شرطة الإجابة. التمانية تقبل على الخمسة؟ لا، الخمسة أولية نضربهم في بعض، يبقى المقام الجديد 40 يا ولاد. جميل جدا، التمانية بقت 40، يبقى اتضربت في خمسة، خمسة في سبعة بخمسة وتلاتين، الخمسة بقت 40 اتضربت في تمانية، أربعة في تمانية باتنين وتلاتين، اطرح الصحيح يبقى هنا أربعة، اطرح فوق يبقى هنا تلاتة، يبقى الإجابة النهائية كام؟ الإجابة إن نهائية في نمرة 15 أربعة وتلاتة على الأربعين. نيجي للي بعدها، هنا كسر وهنا كسر،
وعايزك تعمل ايه؟ تجمع الاتنين مع بعض. يجي كريم يقول نوحد المقام، هنا شرطة ونكتب 12 وهنا شرطة ونكتب 12. ليه يا كريم كتبت ال 12؟ يقول لي يا مستر حامد كتبت ال 12 علشان ال 12 بتقبل على الستة. طب دي شبه دي، يبقى هنا 11. طب دي على الاتنين، والاتنين في أربعة بتمانية، اجمع فوق يبقى 19. محتاجة تتفك، ال 19 فيها 12 يا واحدة، وقللنا سبعة، والمقام زي ما هو تبقى الإجابة 1 و7 على ال 12، واللي فاتت 4 و3 على ال 40، دي 5 على 4. عايزها عدد كسري؟ أقول له سهلة، 5 على 4، هي الخمسة فيها كام أربعاية؟ واحدة، واحدة ويتبقى 1، والمقام زي ما هو أربعة يبقى 1 وربع. 1 وربع ربع ده عدد كسري. اللي بعده، ال5 جنيه هي ال5 جنيه، نص التسعة 4 ونص. طب عمو عايزها أكبر قليلا، أقول له بدل البي 4 ونص لو كانت يساوي. طب أنا عايزها أكبر، مين اللي بعد ال4 ونص مباشرة؟ الخمسة أو الستة، ولكن الخمسة أولى. اللي بعده، الشكل ده يسمى إيه؟ طالما له سهم واحد وماشي من جنب واحد يبقى اسمه إيه؟ اسمه شعاع. طب لو له سهمين، خط مستقيم. طب لو ملوش أسهم، قطعة مستقيمة. طب الأضلاع الأربعة متساوية في الطول عند مين ومين؟ أقول له عرفتهم، المعين والمربع. طيب باسم بياخد ساعة ونص في تمرين كرة القدم وعشرين دقيقة يرجع للبيت، تعرف تجيبت وقت التمرين والعودة سوا؟ أقول له سهلة، نجمع الاتنين مع بعض، ال1 ونص ساعة والعشرين دقيقة. يقوم يجي ولد يقول لي ايه يا مستر حامد اللي بتعمله ده؟ في ايه يا حبيبي؟ يقول لي يا مستر الاولى بالساعات والتانية بالدقائق وانت جاي تجمعهم مع بعض. قلت له تصدق ما خدتش بالي، طب اعمل ايه؟ احول مين؟ قال لي يا مستر حامد سيب دي زي ما هي. فجاي اقول له اشمعنى؟ قال لي لان عمه عايز التمييز بالساعة. اه طالما التمييز بالساعة سيب له الساعات. طب وبدل ال20 دقيقة، ما احنا عارفينها، ال20 دقيقة تلت ساعة، تلت ساعة، ونوحد المقامات 1، ودي شرطة ودي شرطة وشرطة الإجابة. التلاتة ما بتقبلش على الاتنين، والاتنين أوليين اضربهم يبقى 6، الاتنين بقت 6 اتضربت في 3، التلاتة بقت 6 اضرب فوق في 2، الواحد أهو اجمع يبقى 5، يبقى الإجابة 1 و5 أسداس، والتمييز بالساعة. اللي بعدها بيقول لي لو القطاع الدائري 3 حتت، دايرة 3 حتت، الجزء الأول أخد 2 من 10 والجزء الثاني أخد 5 من 10، تعرف تجيب لي كسر 10 للجزء الثالث؟ أقول له سهلة، مش هما الثلاثة وحدة كاملة؟ قال لي آه. قلت له يعني واحد مقفول؟ قال لي آه، دي خدت 2 من 10 ودي خدت 5 من 10، نجمعهم الأول يا أولاد، 2 و5 7، يبقى 7 من 10، يبقى باقي كام للعشرة؟ 3. برافو، بس ما تتكتبش 3، أمال تتكتب إيه؟ تتكتب 3 من 10. اللي بعده، السؤال الثالث، حمام سباحة مستطيل، أدي الطول وأدي العرض، أدي طوله وأدي عرضه، وعمه عايز مساحة الحمام، علشان نجيب المساحة نعمل إيه؟ نضرب الاتنين في بعض، مساحة الحمام بتساوي الطول في العرض. طب ما الاتنين موجودين، يقوم عبد الستار يكتب 5 فيه 3 وربع ويبتدي رحلة العلاج. الخمسة يبقى 5 على 1، ال3 وربع نرفع الكسر، 3 في 4 ب12 وكمان 1 13، والمقام زي ما هو، لا كده فيه ولا كده فيه، اضرب فوق هيطلع لك 65، اضرب تحت هيطلع لك 4. طب نقسم تاتا تاتا، يلا نقسم تاتا تاتا، الستة فيها كام أربعاية؟ فيها 1 ويتبقى 2، الاتنين تقف مع الخمسة تبقى 25،
كأنها 24 على 4 فيها 6 ويتبقى واحد، والمقام طيب زي زي ما هو يبقى مساحة الحمام تطلع كام؟ 16 16 وربع، وربع والتمييز بالمتر والتمييز مربع. بالمتر مربع. ليه متر مربع؟ لأن المسألة جاية بالمتر. السؤال اللي بعده، ولد اسمه شريف معاه متوازي مستطيلات، ادي الطول وادي العرض وادي الارتفاع، وبيقول ده انا صبيت فيه 350 سم مكعب ميه في الحوض بتاع متوازي المستطيلات. فالراجل بيسألك، يا ترى الحوض يستوعب كمية الميه ولا الميه تقع على الارض؟ ما تقع على والله الأرض. ما نعرف. طب ما تعرفش ليه يا مستر حامد؟ عشان ارد عليه لازم اجيب حجم الايه؟ الحوض. حجم الحوض قانونه ايه؟ حجم الحوض قانونه الطول في العرض في الارتفاع، يبقى نضرب العشرة في خمسة في تمانية، ننزل الزيرو، وخمسة في تمانية باربعين، يبقى الحجم بتاعه طلع كام؟ 400. طب انا صبيت 350، يا ترى يستوعب ولا لا؟ اقول له يستوعب. عرفت ليه يستوعب؟ ليه؟ لان كمية المية اصغر من مقاسه، لكن لو كمية المية اكبر من مقاسه لا يستوعب. خلص السؤال الاول ونيجي للتاني، اذا كان يستوعب هذه الكمية، عمو عايز مين ارتفاع المية؟ هنشطب كلمة احسب ونكتب العنوان، ارتفاع الماء بيساوي شرط الكسر. ومستر حامد محفظك قانون الارتفاع، يبقى مين؟ ارتفاع المية يا مستر يبقى حجم المية. طب وتحت مين؟ الطول في العرض. الطول في العرض الاخوات شرط الكسر. فين الطول والعرض؟ الاتنين اللي تحت، العشرة في الخمسة. فين حجم المية اللي كان بيصبه؟ التلتمية وخمسين، نحذف صفر مع صفر، وخمسة وتلاتين على الخمسة فيها سبعة، يبقى ارتفاع الحوض سبعة 7 سنتي. 7 ايه سنتي. ونيجي للشريحة الأخيرة وأول واحدة، مسألة لفظية، اشتري الدعاء كيس الفاكهة ده ودي تقله، واشترت صديقتها كيس خضار. كيس الخضار بيقول انا تقلي 1.5 ضعف الفاكهة، يعني بيغذي الفاكهة، بيقول لها ايه؟ انا قدك مرة ونص، انا ضعفك مرة ونص، ازاي نجيب كتلة الخضروات؟ هنشطب كلمة ما ونكتب كتلة الخضروات ونعمل ايه؟ مين شاطر؟ برافو عليك، كل اللي قال نضرب الاتنين ولد شاطر. طب ليه نضرب يا مستر؟ لان بيقول انا قدها مرة ونص، طالما عدى كلمة مرة يبقى تكرار، نسيب التمانية على التسعة زي ما هي، ونرفع الكسر، 1 في 2 ب2، وكمان 1 3 على 2، ونشوف الاختصار بالمقصات، التلاتة مع التسعة أيوة، على التلاتة 1، على التلاتة 3، التمانية مع الاتنين أيوة، على الاتنين 1، على الاتنين 4، اضرب فوق 4، اضرب تحت 3، نعمل إيه يا ولاد؟ لسه ما خلصتش. الأربعة فيها تلاتية واحدة وقللنا 1، يبقى الإجابة 1 وتلت، والتمييز بالإيه؟ بالكيلوجرام. بالكيلوجرام. آخر مسألة في المسألة بيقول لي حدد لي النقاط، حط دي في مكانها ودي في مكانها ودي ودي، الإيه والبي والسي والدي، تعالي نمثل مين الأول؟ الإيه يا لمار 3 و7، 3 سين، يبقى نروح للكام؟ للتلاتة، الآن ونطلع من عندها لحد ما نقابل الكام؟ السبعة، سبعة. ونحط النقطة، ويبقى ده حرف الايه، يبقى انا مثلت الايه. تعالوا نمثل نقطة مين؟ بي البي. 6 و7 نروح للستة افقي ونوقف عندها، عندها ونطلع من عندها للسبعة، اطلع من عندها للسبعة، يبقى السبعة فين؟ اهي، يبقى دي نقطة مين؟ بي البي. وكل ما نحط نقطة نكتب حرفها قبل ما تبقى زحمة يا دنيا زحمة. ونيجي لنقطة سي، 7 و3، سبعة وثلاثة نروح للسبعة أفقي نروح ونوقف عندها، عندها ونطلع من عندها ثلاثة للتلاتة، يبقى دي نقطة مين؟ السي. نيجي لنقطة مين؟ دي الدي. 2 و3، نروح اتنين للاتنين أفقي ونوقف عندها، عندها ونطلع من عندها لحد ما قابل التلاتة، أهي بقت نقطة دي. ونجيب القلم الرصاص والمص ترى ونوصل 1 2 تو
3 4. مين شاطر يقول لي اسم الشكل ايه؟ برافو عليك، تسلم ايديك. اسم الشكل هيطلع ايه؟ شبه شبه منحرف. منحرف. عرفت منين؟ اتنين بيوازوا بعض واتنين ما بيوازوش. طب اتنين عمو بيوز عايز ايه؟ القطع المستقيمة المتوازية. مين اللي بيوازي بعض؟ القطعة اللي فوق والقطعة اللي تحت. يا مستر حرام عليك، ده دي قصيرة، ده دي 3 وحدات ودي كبيرة 5 وحدات. اقول له اخصى عليك، هو انا بقول الاي بي بتساوي البي سي؟ هو انا قلت بتساوي؟ انا ما قلتش بتساوي، امال قلت ايه؟ بتوازي. وفي فرق بين التساوي والتوازي. تساوي يبقى لازم تكون قدها بالملي. طب توازي يعني نفس المشية، نفس الوقفة، نفس الحذاء. زي بالظبط اما اقول ايه؟ في طابور الصباح صف بنات جنب صف صبيان، صف البنات 20 بنت، صف الصبيان 15 ولد. هل بالله عليكم الاتنين قد بعض؟ لا طبعا لا مش قد بعض. طب هل الاتنين بيوازوا بعض؟ ايوه، لان نفس الوقفة. شفت ازاي؟ يبقى مين الاتنين المتوازيين؟ اقول له الاي بي قطعة مستقيمة، وادي علامة توازي الدي سي قطعة مستقيمة. خلص الامتحان الجميل المفيد، امتحان آمن من اختبارات سلاح التلميذ. يا رب الأسئلة تكون سهلة وبسيطة بإذن الله.